الوليده زاد الدريه والدري. كل مره فين كنخدم راني خدامه في الميناج، كل مره فين كنخدم الدري اللي كيبغي يخرج يدخل يخرج الخروج الكبير ما كيقدرش، كيخرج ديال المقعد ديالو. عملي على شهرين والدري خارج ليه مدلي ليه خالص. هاد النهار الاول دارنا اللي غيساعدوني دابا قالوا لي ما احنا النهار الاول ما بغيناكش ليه تاخدي. عنده 3 سنين ونص وكيعاني من كيخرج ليه المخرج ديالو ومحن ما كياكل ما والو، منعوا عليه الماكله ما كياكل لا روز لا بنان لا خبز لا والو على السوائل. والدري ما كيبغي يخرج يدخل يخرج الخروج الكبير ما كيقدرش، كيخرج ليه المقعد ديالو. وما مشيت زديتو المستشفى تميريزكو خرجوا ليا رونديفو شهرين، والدري في حاله زعما مستعجله، ها هو الوراقي نيت كتشاهدوا حاله مستعجله، وخرجوا ليا شهرين والدري المقعد ديالو خارج ليه ودايز ليه بريحه زعما كريهه. وانا كنطلب من خوتي المحسن يوقفوا معايا على الدري، الطفل غيضيع ليا ويلاه عدو 3 سنين ونص راه باقي ما عارف والو. وعندي الله وعندي التومه حيت انا راه عندي مشاكل حتى مع الراجل هارد ما عرفتش فين زاد مخليني مسامح في ولادو. وانا راه كشفتو الحاله راني كاريه وما كل مره فين كنخدم راني خدامه في ميناج، كل مره فين كنخدم هادشي اللي كاين عرفتو. كيدخل من كيدخل الطوالت كيخرج ليه المقعد ديالو، ما فما كيدخل الطوالت كيخرج ليه المقعد ديالو، كنطي للسبيطار كيرجعوا لي، كيعاود عاوتاني يدخل الطواليت كيخرج ليه المقعد ديالو. سونزاري ديما الدري هكا من ما داروا ليه والو، عطانو دابا رونديفو حيت انا ما عنديش امكانيات باش ندي. انا ديتو على السبيطار ديال المخزن من ديتو قالوا لي شهرين، شافو قالوا لي راه مقلوب ليه المصران، هادشي اللي كتبوا لي في هادشي قالك راه مقلوب ليه المصران، مقلوب ليه خاصو عمليه على شهرين والدري خارج ليه مدلي ليه خانز شهرين. غنبقى انا شهرين الدري وكتيموت ليا وراه كبدت انا على قبلهم، راه اي حاجه راه العافيه كنجمع على قبلهم، الخبز كامل كنبيعو الدراري راه تشرت طلبت على قبلهم ما خليت ما درت على قبل الدراري. انا يلاه عندي 29 عام والسيد اللي حولاده وما كفكر فيهم ولو عارف ولده مريض. انا تزوجت فيه من 2013 على حب ولا حنين وهاد الوليدات هاد الدريه والدري ما كيسول ما والو. انا واصله مع حتى للمحكمات ما كيسول فيا ما والو. انا والده مع الدريه عندها 5 سنين راه كتقرا في الابتدائي العام الاول والدري. ندمت بزاف ندمت بزاف وكنشوف انا ماشي مشكل حياتي تضيع، انا الدراري انا حياتي ماشي مشكل صافي ضاعت. انا كن الدراري اللي كنشوفهم كيضيعوا بحال دابا هذا مريض باش هو يوقف ويجي يوقف ويسول ويشوف ولده مريض. انا من نهار تفارقت معاه وانا كنعاني، الدري طهرني يعني محسنين وما عمره هو فكر ولا شي حاجه. كنقول اليوم غدا غيجي يسول عليهم، اليوم غدا يجي يسول ما كيسول ما والو. انا محن بهاد الدراري بزاف، طلبت عليهم بعت الحوايج قدام ما خليت البيبان دقيت عليهم حيت انا دارنا النهار الاول ما كانش باغين وليا. هاد النهار الاول دارنا اللي غيساعدوني دابا قالوا لي ما حنا النهار الاول ما بغيناكش ليه تاخدي، من خديتي سري كملي معاه. انا دابا ولدي مريض وما جات لا امي ولا با ولا خواتاتي لوال، عندي الله سبحانه وتعالى هادشي اللي غنقول. الله سبحانه وتعالى هو اللي كيجوش بي. انا دابا عندي 29 عام تزوجت فيه ولدت معاه الدري، والدري عندها 5 سنين هذا 3 سنين ونص مع الدبا. وصبرت على قبلهم صبرت تعيت وفي الاخر صبرت تقادة صافي. كيضربني كيعنفني كلشي على قبل ولادي صبرت باش نكبرهم، وفي الاخر زادوا خلاني في دار الكرانة كنعاني راني كارين والسيدة نيت كارين كنتعاونوا كارين بألف درهم 10000 وانا 10 مدخل السيدة حيت انا تغلبت حيت نهار الاول كان معايا في هاد الكريه وزاد من زاد صافي دخلت السيده على اساس باش تعاوني حيت 1000 درهم راه كشي الحاله ما 1000 درهم السيده معايا راه كتعطي 10000 وانا 10000 انا وياها حيت انا ما نقدرش على 1000 درهم هذاك 10000 ريال ما نقدرش عليها حيت انا كل مره فين انا كنخدمها في البيوت صافي كنجفف كنغسل المواعن ماشي شي خدمه اللي رسميه خدامه فيها. انا كل مره اللي عيطت لي شي وحده نمشي نجفف ليها نغسل لها المواعن لقسم الله كنجيبها لوليداتي ياكلوها يشربوها حلال
حيت انا ما عنديش لا نبغي نخدم كاع في الشركه ولدي ما عنديش اللي يشدوا ليا. حضانه كتقول لك غنشدوا لك ب 10000، شحال غتصوري؟ مقهى خدمت فيها انا، مقهى خدمت فيها السيمانه 400 درهم كيعطيو، 400 درهم تحطها ولدك في الحضانه اش غيشيط لك؟ كاريه ب 1000 درهم ما يشيط ليا والو. وانا كنتمنى من عند الله يوقفوا ليا مع ولدي عبيش يتشافى لي ولدي، ما باغا والو، وقفوا ليا مع ولدي عبيش يتشافى، هما يديو ويعاينو ويشوفو، ما يعطيوني ما والو، هما يديو للمستشفى ويدوزو لي. الله يخلي لكم صحيحتكم، يدوزو لي الدري ولدي، راه عندي الله وعندي وليداتي، راه على قبل وليداتي انا كنكابر، ما كنكابر على الله سبحانه وتعالى وليداتي. انا يوقفوا ليا مع ولدي يعالجوا ليه، هما يدو المستشفى، هما يعاينو، هما كلشي، هما يشوفوا الحاله. يلا كتفات الصبحيه عاودوا رجعوا لي المقعد ديالو، كيقولوا لك رجعي لي بهاد الزيت، كاب لي الزيت هنايا، كيقول لك ما تشوفي المقعد ديالو خرج رجعي لي. واش انا غنبقى نرجع لي هاد الدري في المقعد ديالو؟ يلا كتفات الصبحيه فاش اتصلت بكم خارج ليه من البارح وديتو رجعوه لي، ودابا كيقول لك هاد الزيت فما يخرج رجعي لي بهاد الزيت. واش انا غنقدر؟ ولدي انا ما كنقدرش نشوفه في ديك الحاله. واش انا ولدي راه ملي كنشوفو صافي خارج لي المقعد ما كيخرج من الطواليت، راه كنسخف، راه كنسخف فرصات. وانتم راك عارفوا الكبده، الكبده راه واعر. وتخرت وزدت عاوتاني كملت ما شاء الله الدري، داكشي ديال الله، اش غندير انا؟ زدت دابا كملت، دابا راه كنشوف ولدي راه كنتقطع، انا كنقاوم على قبلهم، وانا من شفت الدري تاهو في هذه الحاله صافي ما قدرتش نقاوم. صافي ملي كتشوفوا ولدك فهاد الشيء راه صافي. لا اله الا الله محمد رسول الله، كاين الله، كاين الله.